The reason. The reason is إنه we did not have a good pizza experience the last few days. وعبالي لاقي بس بيتزا تفش الخلق. ف رحت عند الطليان. عند الطليان محل ما لازم يعملوا بيتزا خلصت. أخذوها من عنا وهلا هن أخذوها. حافظين الدرس. سليب كونفور هيدي. فرشة أو بيتزا؟ عاملة وزن بس. حسيت الجبنة ما غطت منيح. أحسن من البقايا. أوه أكيد. Very comfort البيتزا. حاطين خميرة أكثر من طحين. شو ده؟ بس it's a nice. Hey, this is the kind of pizza you want. Oh my god. كيف كيف؟ عادي. كنا عم نحكي عن شبارو أو سبارو يلي هو كان كتير كتير مشهور فتح بلبنان وكل مطارات العالم. وهلا زمت رجعت البراند. But they known for the بيتزا اللي بتضلها على الرف كل نهار وبتضلها هيك. How do they do it? Hey? Stop. Thick, unpeeled, cheesy, very commercial fries, but great, yeah. Not expecting fine dining, very good for what it is. Very commercial flavor of cheese, artificial cheese, and sticky cheese. لحمي شفتين كبار USDA American beef خبزة تحمص شوي الجبنة بحطها على الجريل بس ما بيخلطها بس بيدوبوها نكزة يعني بي تما تاكل شي مسقعة بقلب التم. Good quality meat. نشف شوية نحط كنت هلا بخلطها بشوية صوص. بس good quality, good quantity, good bread, good cheese. Number one cheese steak concept. Charlie's مضاير وبعضهم مضاير وبعضهم كفى لأنه comfort food. What you see is what you get. Straightforward. جوعانين شوي هون.